عيشي جيم على ام دي جي اس، المساند الاول للرياضه الوطنيه. سلام لي زامي، مرحبا بكم في الموسم الثاني ديال اكبر برنامج العاب فيديو في تاريخ المغرب، برنامجكم عيشي جيم. سيزون الاول ما كناش كنتوقعوا النجاح الكبير اللي تحقق. بزاف ديال المشاهدين والمتابعين كل سيمانه في انترنت وعلى قناتكم دوزان، شكرا لكم بزاف. داكشي علاش رجعنا لكم بالموسم الثاني ومعاه بزاف ديال المفاجآت. في كل حلقه غادي نمشيو نكتشفوا جيمر، ستريمر، برو بلاير وصناع محتوى العاب الفيديو على انترنت. وحيت الضيوف ديال العام اللي فات كاملين كانوا كيسولونا على لعبه فيفا، درنا لكم تورنوا دي ستار في لعبه فيفا 21 باش تنافسوا على هذا الكاس. 24 ضيف منهم النوابه وفيهم اللي كيطير في اللعب، اللي خسر بالسلامه واللي ربح وتاهل نشوفوه في الدور المقبل، المهم اللي خسروا بلا ما يهرسوا المانيطات. في الحلقه ديال اليوم غادي نمشيو نتعرفوا على هيبه لي ديفاين، تويتش ستريمر من مدينه سلا. وفي تورنوا عيش الجيم غادي نبداو باول ماتش الكلاسيكو ما بين مصطفى السوينقا والزبير هلال، الفرجه والبيوته وحتى المتعه والضحك مضمونين في هذا الماتش. مشينا طلع اخويا الجينيريك باش نبدا. نبداو مع اول فقره ديال البرنامج بورتري جيمر. مشينا لمدينه سلا باش نتلاقاو مع ستريمر هيبه لي ديفاين، دات مؤخرا البث المباشر ومشاركه اللعب ديالها وحصلت على تفاعل كبير. نتفرجوا في البورتري ونرجعوا نستقبلوا هيبه. هاي جايز، معكم هيبه لي ديفاين جيمر ومرحبا بعيش الجيم في الجيمر روم ديالي. عاود ليكم على باسون الجيمين ديالي كيفاش بدات. بدات وانا صغيره بزاف، والطور ديال 5 سنين بحال هكا. اول كونسول اون بو دير كانت عندي هي لا جيم بوي، وابري ديريكتومون لا بي اس 2 اللي هي لا كونسول كي ما لو بلوس ماركي حتى دابا. كنت كنلعب تو سكي جو بوبولير، يعني هيتمان، سبلينتر سيل، جي تي ا، توم ريدر. اكطوالمون كنلعب بزاف في لا بي اس 4، ولي جو كي مون لو بلوس ماركي في هاد لي جينيراسيون هما God of War, Horizon Zero Dawn و The Witcher. وكاين أوسي The Last of Us كيما تشوفو، هو سكين ديال PS4 ديالي اللي هو من أحسن لي جو لي لعبت. و The Last of Us 2 هو أول جو لي ستريميت أوفيسيلمون في لاشين ديالي ديال تويتش. En parallèle مع الجيمين وستريمينغ عندي قرايتي، جو سوي ان سيزيام اني في ليكول ناسيونال داركتيكتور. خصيت الاركتيكتور حيت واحد الحاجه ما كتعرفوهاش بزاف هو انه جادور لي سيمز، وكنت كندوز ديزور وانا كندير لا كونسيبسيون ديال ذا بيرفكت هاوس، ذا بيرفكت سكول. دونك قلت بوركوا با ندير داكشي ولكن ان ريل لايف. اي جو سوي ممبر اكتيف واحد لاسوسياسيون كي فورم دي جون ان سيتوياسيون دو نيت. يلاهو معايا. جمعية مستقل هي جمعية من الشباب إلى الشباب، الهدف ديالها إبراز الكفاءات في 3 ديال المجالات مختلفة، عندنا جينيراليتي، ملتيميديا، و انتربرونيا. أنا كنت في سيلول ديكوت و دابا شو أنكادران دونجلي فيرتويل. دونك فوالا، وي آر دان جايز و سي يو في ستوديو. بسلامة هبة، مرحبا بك معنا في عيش الجيم. شكرا بزاف اسماعيل، شكرا عيش الجيم على الاستضافة، وأنا فرحانة بزاف حيت معكم اليوم. مرحبا بك. هدية ما كاين غير أمونغ أس. وا سي لو جو توندونس، كيف ما كتعرف بزاف ديال لي ستريمر معروفين كيلعبوا، حيت كلشي قاد يلعبوا فيكو كاين في البورطابل وفي البي سي. انت كتلعبي امبوستر؟ وا جيسبيغ طيح فيها امبوستر. بون بارفوا ما كطيحش فيا بزاف، خصوصا كي كنت كنستريمي، مي مي كطيح فيا راه كنلعبها مزيان. كتربحي؟ كتبقاي تاكيزي في عباد الله؟ وي 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 بيان سور، ما كاينش كلشي فيا حيت كنبان لي مظريفه بزاف، دونك سوفون كنربح. هبه كنتبعوك في تويتش كتنوعي من الالعاب اللي كتستريمي، مره ذا لاست اوف اس، مره امونغ اس، مره ليج اوف ليجندز. السؤال ديالي، الالعاب اللي كتختاري اللي كديري في ستريم، واش اللي كاينين حاليا في طوندونس او لا الالعاب اللي كيعجبوك؟ ميكس ديال جوج، يعني مي كيكون شي لعبه جديده في طوندونس كنبغي نجربها بيان سور، خصو يكون عليها اقبال بزاف، ولكن اون ميم طون كنلعب جوج كيعجبوني بحال لعبت مافيا دو، مافيا دو لي جو قديم كان وقت البيس 3، واوت لاست اللي كيف ما كتعرف هو من ان دي بودير بروميي جو دوغور اللي فغيمون تعرفو. دونك سا ديبون. هبه مستقبلا شنو هما الاهداف ديالك في ستريمينغ وفي الجيمين؟ واش باغيه تعطيه وقت كبير وتخصصي فيه وبيتيتر ترجع للخدمه ديالك، او لا غير التمتع واللعب في اوقات الفراغ؟ بور لو مومون كنفكر كيكون غير في اوقات الفراغ، حيت باش تخصص فريمون ستريمينغ صعيبه بزاف، سورتو في المغرب صعيب دير كارير من ستريمينغ، يعني كيبقى شي حاجه اللي انجويبول كديرها الفن، وخاص دائما يكون عندك خدمتك اكوتي. وتقدري مع الدومين ديالك اللي هو لاركتيكتشر تقدري
كيه مع الجيمين. وي هذه سي سخانت سيناريو لي بارفي بيان سور ما كرهناش تخدم مع يوبي سوفت ولا مع اي اي في شي موديلين 3 دي حتى حاجه ما بعيده غير خدمي عليها مزيان ان شاء الله بوكوبا. هبا وصلنا الفقره ديال كيسيون انترنت تواصلنا مع الفيورز ديالك وكان واحد السؤال كيتعاود بزاف نشوفوا السؤال ونتسناو الجواب ديالك. اسماعيل ناكسات من مدينه خريبكا انا فان ديالها وديما متبعها في تويتش وبغيت نسولها اش كتعني لي ديفاين لقدرات تشرحها لنا في هاد ليميت. هبا منين جبتي السميه ديال لي ديفاين؟ دونك ديجا سي لي ديفاين ماشي لا ديفين ماشي لي ديفين وهي كومبينيزون ديال دو مو ليدي وديفاين. دونك ليدي حيت كلمه كتعجبني بزاف وديفاين حيت هبه جيفت فروم جاد دونك ليدي ديفاين. لي زامي وصلنا الفقره ديال اف 5 وفي الموسم الثاني ديال عيش الجيم كل حلقه غادي يكون معنا رشيد الانصاري كارت ميموار باش يجيب لينا الخبيرات الاخرين ديال عالم العاب الفيديو. اهلا رشيد ومرحبا بك معنا في الموسم الثاني ديال عيش الجيم. السلام بسماعيل السلام خوت معكم رشيد في الفقره ديال اف 5 اللي من خلالها غادي نقدم لكم اخبار الجيمين في المغرب وخارج المغرب. كارت ميموار شنو هما اخر اخبار ديال عالم العاب الفيديو؟ اول خبر عندنا في هذه الفقره كيخص اللعبه ديال فيفا 21 وبالضبط نظام البرو كلوب. حقق المنتخب الوطني المغربي نتيجه جد مشجعه في التصفيات المؤهله لكاس العالم في بيج. المنتخب الوطني قدر يفوز على الفريق الغابوني في المباراه الاولى ويتعادل مع المنتخب التونسي في المباراه الثانيه. للتذكير فقط فالمنتخب المغربي طاح مع مجموعه جد صعبه فيها المنتخب الجزائري المنتخب التونسي وكذلك المنتخب الغابوني. الخبر الثاني غندويو فيه على لعبة ستريت فايتر 5 اللي مازال مستمرة فيها فعاليات دوري MFL للأسبوع السادس على التوالي. هاد البطولة هادي كتعرف تواجد أعتاد الفرق المغربية اللي منهم فريق لاين دي جي اس إسبورت اللي حتى اليوم محقق نتائج جد إيجابية وجد مشرفة. آخر خبر غنساليو به هو صدور DLC جديد للعبة سيفلايزيشن 6 اللي كيعرف تواجد الحضارة البابلية. هاد DLC هذا غادي يقدروا يستعملوه المشاركين في بطولة العالم القادمة اللي غادي تنظم هاد السنة. هادو هما الأخبار اللي كانوا عندنا هاد السيمانة في فقرة ديال F5. نتلاقاو السيمانة الجاية مع خبيرات أخرين. السلام عليكم. شكرا رشيد على كاع الخبيرات اللي جبتي لينا. نتلاقاو معاك السيمانة الجاية مع أخبار جداد. شكرا لك بزاف هي حضرتي معنا في البلاطو ديال عيش الجيم. شكرا على الاستضافة وسي أن بليزيغ. لزامي الحلقة ديال اليوم باقية مستمرة معاكم بلاتي شوية غادي نستقبلوا مصطفى السوينكا والزبير هلال باش غادي نبداو أول ماتش في تورنوا دي ستار. لزامي باقي متابعين معنا الحلقه الاولى من الموسم الثاني ديال برنامجكم عيش الجيم. وصلنا الفقره ديال المتعه والاثاره فقره تورنوا دي ستار. غادي نستضيفوا العديد من المشاهير والنجوم غادي يجيو باش غادي يتنافسوا على هذه الكاس. في الماتش الاقصائي الاول غادي نستضيفوا زبير هلال والسوينكا. الدراري مرحبا بكم معنا. مرحبا سوينك. مرحبا. بغيت نقول لك راه غادي يربح باش كتمارك الموضوع والتاريخ ولا داك التهناد هذا ماما كيدير التهناد انا ولا مش بهادشي هو اللي غيدا هو اللي هو اللي متبديش تصريح ريح يا ودي خلاها الله يصافي. سوينكا انا كنعرف كتلعب بليفربول وجوبونس غتلعب بليفربول انت دابا هو طبعا دابا راه هو لاعب بليفربول. مهم شوف الدراري فاش كنا لاعبين انا راه والله الا حيت لعب ليفربول انا معقد بلعان تاع ليفربول غير والله حتى معقد ترى انا كنت كنقول منه الخطه دابا والله الا دابا كنت كنقول احمد ما تدخلش منه. الدراري كنفكركم الرابح في الماتش ديالكم غادي يلعب كونتر الرابح في الماتش الثاني في الحلقه الثانيه دونك راه اللي خسر فيكم غادي يمشي بحالاته. قول مصطفى غادي يمشي بحالاته الدراري ماشي دو تبتون دو الضغط عليا. سوينكا سوينكا شوف الله يسهل عليك الدراري واجد الماتش سير سوينكا واجد سير غادي تلعب مزيان باش تربح باش نربح عليك جهدك كامل باش تخسر بشرف. زبير انا خاصني نمشي دابا شوي والله لا عندي ما يدار. غادي نبداو الماتش الاقصائي الاول ما بين سوينكا وزبير هلال. سوينكا غادي يلعب بليفربول وحتى زبير غادي يلعب بليفربول. مشينا الدراري ها انتم الدراري ديري ليكم تيفو بسم الله بسم الله. دونك كتبدا الجوله الاولى من الماتش الاقصائي الاول ما بين زبير هلال وما بين سوينكا. الدراري جوج لاعبين بليفربول لا لا سوريا جول جول هاي خلصت ربعات البيت الاول ديال مصطفى السويقه في الاخر ابو السويقه اللي قدر انه يسجل البيت الاول انا لا لا ماشي ما تقلق والو هذا هذا جميل هذا فرائع بس فضو هذا عاوتاني صلاح فاس 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 تيت تعادل تعادل غولازو 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 هيدرسون كيعطي لاباس روبرتو فيرمينيو فاس فاس واش غيماركي جول جول جول
جول بالثاني واو فاينال دوم كيرجع الكره الغوا صلاح كيرجعها هدرسون فاس فاس كيتي جول 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 هذا ديال التعادل ديال السوينغا برافو برافو واو واو هدرسون جول 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 انفراد ديال هدرسون تيتماركا بيت ديال الزبير اللي كيتقدم في النتيجه 3-2 لصالح الزبير دقيقه 45 واش غتسال الشوط الاول بالفوز ديال الزبير اخر محاوله في الشوط الاول سوينغا كيتير سوينغا كيجيب التعادل قبل ما يتسالى البروميير ميتو برافو سوينغا تخيلوا معايا بروميير ميتو 3-3 واو على ماتش واو ماتش ديال الشامبيونز ليغ شنو غادير صلاح الكره ديال الزبير هادي الي لا باس هندرسون 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 ما يمكنش ما يمكنش انا كنت ما يمكنش كتسالى لا بروميير ميتون بالفوز ديال الزبير ب 4-3 انا كنت كنحسب ليه بلي لا بروميير ميتون غادي تسالى ب 3-3 ولكن الزبير عنده راي واحد اخر ما بغاش تسالى لا بروميير ميتون حتى يكون رعب برافو الزبير برافو دونك بدا الدوزيام ميتون غادي نتبعوا واش السوينغا قادر يرجع في النتيجه ديال الماتش قادر قادر راه وحيد ليا الكره يا لا كورنر ديال السوينغا ولا لا جول 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 سوبر على لا باس بروفوندور صلاح انفراد غيتيري غيتيري غي ماركي جولاز 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 علاش الجواب جولاز كي جراند الزبير نوض اخويا نوض شطح احتفل سوينغا واش ما كتفكرش دير شي اجي تفهم على كيفاش كيلعب الزبير الا فهمت لا لا او سير سوينغا لا 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 جول 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 سوينغا كيجيب التعادل خمسة لخمسة تخيلوا معايا الي سوينغا سوينغا شنو غادير سوينغا غيتيري ريمونتادا ديال سوينغا ريمونتادا ستار خمسة جولازو 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 ريمونتادا محمد صلاح كنت عارف قلت لك قلت لكم اصبروا قلت لكم اصبروا وراه هو في الوقت الضائع ماركا ريمونتادا سوينغا كيقلب الكف على الزبير اخر لحظه ديال الماتش محاوله ديال سوينغا كتمشي له الكره وكيتسالى الماتش كيتسالى الماتش بالفوز ديال مصطفى سوينغا على الزبير هلال سيناريو هيتشكوكي سيناريو خيالي دائما كان كيكون متفوق الزبير وسوينغا كيجيب التعادل ولكن في اخر لحظات سوينغا كيقدر يتفوق في الماتش انت في واحد اللحظه كنتي كتقول مع راسك انا اللي تاهلت سوينغا ضريف خليت لي مسكين لا لا تبارك الله عليك مبروك عليك سوينغا تاهل للدور المقبل كنذكرك سوينغا انك غادي تلعب في الماتش ديال الحلقه الثالثه كونتر الفائز في الماتش ديال الحلقه الثانيه ان شاء الله ان شاء الله غادي يكون انسان خارق للعاده حيت اللي لازم عند الزبير هو بدا عاود ثاني زقلت الكاس عرفتي باش تربح الزبير على الاداء اللي دار الزبير مع مجانا جاي خاصك تكون زبير اخر شكرا سوينغا شكرا الزبير مره واحده اخرى ان شاء الله هذه هذه مبروك علينا كامل هذه والله يسهل المهم استمتعنا بالاجواء لي زامي كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون عجبتكم السيمانه الجايه غادي نتعرفوا على جيمر جديد ونكملوا التورنوا دي ستار مع ضيوف جداد الا بغيتوا تعاودوا تشوفوا الحلقه غادي تلقاوها في لاباج ديال الفيسبوك وفي لاشين ديالنا في يوتيوب بسلام عليكم وعيشوا اليوم هذا البرنامج قدم لكم من طرف لايم دي جي اس المساند الأول للرياضة الوطنية MDGS نربح الرياضة